رائد الجهني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. وصباحك يا أبو علي، صباح الخير يا رائد. صباح النور السرور، حيا الله أبو حزام، شلونك طال عمرك؟ إن شاء الله طيب. الله يبقيك ويعافيك، الآباء يسمعونك ويسألون عنك يقولون ما عاد جانا رائد، مسكت المعزبة. ونعم الآباء والله، الله يحفظهم. حاضر إن شاء الله. الله يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. نصبح على حبايبنا وتوجروسنا الحبيب أبو صالح والأم العزيز أبو سليمان وأبو علي الله يحفظه، والأم والعم أبو عبد العزيز الله يقوي على الصحة والطاعة إن شاء الله. ترى جد يا أخوي أبو عبد العزيز. أبو علي أكشف المستور يعني. من أكبر أنا ولا أنت أبو علي؟ انت اكبر قدر وعلم الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. تسلم الله يسعدك. ونصبح على العم عبد الله. طيب عمر من اكبر عمر؟ الله تبارك الله. العم عبد الله. وفات العقال يا اخوي. الله يسعدكم ويجعلكم دائما مجتمعين على خير وسعاده يا رب العالمين. ان شاء الله. تفضل ابو حزام. ابو علي، بعد ان نذكر ان احنا مشتاقين لكم ومشتاقين لاهل املج، وبعد ان نشكر جهودكم واصراركم على فعل الخير و الأمور اللي تقدمونها من حتى أفكار نيرة لمن يحتذي بما قمتم به، نبيك تعطينا علوم وقف الأيتام في بلد خير الأنام اللهم صل وسلم عليه، إلى أين وصلنا ومن الصفحات المشرقة في هذا الوقف؟ تفضل. الله يجزاكم خير ويسعدكم أول شيء، واللي ذكرته ترى إحنا ما نستحقه، يعلم الله إحنا دائما مكملين البعض، وزي ما يقول يد الوحدة ما تصدق. لهم الله توم هالقناة المباركة ووجهة طيبة اللي دائما تحس الناس وتحفزهم على البذل والعطاء، إن كان ما اكتمل الوقف الأول ولا أصبحنا بالنسبة للوقف الثاني في قفزات الله الحمد لله منها يعني مباركة وجميلة، اللهم لك الحمد والشكر. يعني أنا حابة أبشركم هذا الصباح من فضل الله وصلنا 45% في وقف الأيتام بمدينة خير الأنام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الرقم ما كان يتحقق إلا توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم حسبكم الله يجزاكم خير ومحسنين وأهل العطاء، نسأل الله أن يجزاهم عنا وعن أيتامنا كل خير يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. تفضل طلبك. أقول إذا اقتربنا من النصف، ولذلك بنفتح الاتصالات بعد إذنك يا أبو علي، بنفتح الاتصالات في الساعة الأخيرة أو نصف الساعة الأخيرة لمن أراد يتبرع وأنا أراد أن يلتحق بالركب، لأن حنا هذا الباب فتح وباب خير، ونتمنى الجميع يشارك حتى ما يفوت القطار، وإن شاء الله حتى لو فات القطار الخير في متسع، ولا يا أبو علي؟ إن شاء الله. أكيد أكيد يا رب، الله يجزاكم خير ويسعدكم إن شاء الله ويثوبكم على أعمالكم المباركة. حبيت بس أصبح عليكم وأبشركم بالبشارة الطيبة هذه، وإن شاء الله نكون بينكم قريب بإذن الله تعالى. استودعناكم الله وموفقين خير يا رب. أبو صالح بكلمك، أبو سليمان أصبر، لا تروح يا أبو علي. يا أبو علي يا أبو علي الله يبشرك بالخير مثل ما بشرتنا. الحمد لله هذا الوقف أقبل على النص هالحين، وإن شاء الله نحتفل بنهايته مثل ما احتفلنا بالأول نهايته. تبارك الله، أنت جهودكم والله مشكورة ومذكورة، والله يعينكم وشدوا حيلكم، ويوم من الأيام نشوف الجلسة فيها أبو عليين اثنين، أبو علي وأبو علي. إن شاء الله. إن شاء الله، وأنت طيب الله يحفظك. طفى لكم وعيالكم. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا، شاكرين لك يا أبو علي. استودعتكم الله. حياك الله يا هلا والله. استرحب أبو علي، جعل أبوك في الجنة. آمين. لا نتعبك. عطنا